جزيلا. واصيم معكم مشاهدينا، زي ما عانت ولايه النيل الازرق وجنوب كردفان وايضا دارفور من اثار النزاعات والحروب على مدى الثلاث عقود الماضيه، في بوادر السلام والامن يجب ان يعم السلام المجتمع. يعني بنشوف التكافل والترابط هو في نخوتنا نحن كسودانيين، خاصه في مواسم الحصاد يعني عندنا في جنوب كردفان. كل تاكيد، وللحصاد احتفالات مميز جدا وايقاعات ورقصات خاصه جدا. نتابع احتفالات الحصاد بجنوب كردفان لنتابع هذا الجمال السوداني الخالص جدا. هذا الاحتشاد والفرح الكبير نتيجة جهد موسم كامل ثابر فيه أهل الليري، وهم اليوم يعبرون عن فرحتهم بموسم حصاد ناجح. أهل الليري هم نتاج تمازج لثقافات وشعوب السودان القارة، عربها وزنجها، يمثلون لوحة إنسانية عظيمة تجسد الوحدة في إطار التنوع. الاحتفالات الشعبية تلتقي عندها جميع ثقافات المنطقة، يظهر فيها الجمال الإنساني بكل أشكاله ومعانيه. الرقصات الشعبية أقوى أشكال التعبير الثقافي، فترى احتضان الفرح لعجاج الأرض الذي ينبعث من تحت الأقدام، وكأنما يقبلونها شكرا على ما منحتهم إياه من خير وفير، ويتغنون لخير الأرض الذي حصدوا، فيرقصون في بهجة ونشوة دفاقة وطاقة لا تستنفذ. يعبرون مرة برقصة المردوم وأخرى برقصة الجبل. ثالثة بالكانجي، ورابعة بالدحلوب. الملابس الزاهية تعبر عن الفرح بالحصاد، مضافا إليها التلالات والحرير وجلد النمر وجلد قرد الجبل والأفعى وريش النعام، فهي إكسسوارات تراثية تعكس مكانة وشجاعة من يرتديها. في ساحة الرقص تكون أطباق المحصولات حاضرة تعرض إنتاجهم الزراعي من الفول السوداني والذرة الشامية والسمسم وسنابل الذرة، يرفعونها عاليا مع أدوات الزراعة تأكيدا على دورها الكبير في زراعتهم وحصادهم. يتغنون للصياد، فهو مثال للشجاعة والقوة لحجم المخاطرة التي يلقاها الصياد في هذه البيئة، ويتغنون أيضا لفرسانهم يفوزون في المصارعة أو ما يعرف محليا باسم الصرعة، وهو أحد أهم الأنشطة الأساسية في هذه الاحتفالات، فهي عادة اجتماعية قديمة توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. تأتي القبائل والقرى المجاورة بمصارعيها في ذهو وأمان بالنصر، يشير الحكم ببدء المصارعة، فيقف المتصارعان المتعاركان وجها لوجه في تحد ووعيد. تبدأ المصارعة ويتفاعل معها الجمهور في حماس شديد، بعض المصارعين تجده يدهن جسده بالطين إمعانا في إرهاب الآخرين، ويتراقصون في حماسة تمنح المتصارع دفعة ورغبة في الفوز، وعند سقوط أحد المتصارعان يصيح الجمهور صيحة واحدة مشتركة متعارف عليها. في هذه البيئة البسيطة تجد معارض المرأة تعكس إنتاجهم الزراعي الغابي والحيواني وأدوات الزراعة والمشغولات اليدوية التي تبرز حرفة الصانع وجودة الصناعة.
وأيضا تعرض أنواع الطعام والشراب المتوارثة من الأجداد والتي تعكس أيضا مهارة المرأة ودورها في المجتمع، فهي صنو الرجل كتفا بكتف في العمل إلى جانب دورها كأم ومربية للنشء، فهي تزرع وتحصد وتكد في سبيل توفير العيش الكريم لها ولأسرتها، وعنصر فعال منتج في اقتصاد أسرتها، لذلك هي محط تعظيم وتقدير لديهم. هذه الأنشطة جميعها تعكس ثقافة الليري القائمة على المحبة والتسامح لدى المواطن هنا ومدى تماسك وتلاقي المجتمع.